يقول شيخنا بارك الله فيك، هل تجوز المتاجرة بالعطور النسائية علما بأن النساء عندنا في بلادنا يخرجن متعطرات؟ أفتونا بارك الله فيكم. إذا علمت أن هذه المرأة تتعطر بالطيب الذي تشتريه منك، تتعطر به للخروج، فلا تبع عليها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا لم تعلم فلا بأس بذلك أن تبيع العطر على المرأة وعلى الرجل وعلى من يريد الشراء، ما لم تعلم أن هذا المشتري يستعين به على الحرام فإنك لا تبع عليه، لئلا تتعاون معه على الإثم والعدوان.